وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد وضعت نوايات التلقيح في هذه الخلية الكبيرة كما تسمى صندوق التربية، ووضعت في داخله نوايات التلقيح، ووضعت لها التغذية الداخلية، وأغلقت عليها لمدة 3 أيام لكي يتعود النحل على هذا المكان. اليوم سأقوم بفتح صندوق التربية وأشاهد نوايات التلقيح إن نجحت أم لا. إخواني الكرام شاهدوا، انظروا، التغذية انتهت، انظروا يا إخواني الكرام، هذه هي الحاضن. الملكة تركتها هنا، فتحت عليها إخواني الكرام، انظروا، ها هي الملكة، لم تخرج الملكة لتلقيه بعد. أين هي؟ انتظروا قليلا يا إخواني الكرام. سأبحث عن الملكة التي تلقحت، لا رغم أنني وجدتها غير ملقحة، لم تضع البيض. تخرج للتلقيح لها. لم تخرج للتلقيح بعد إخواني الكرام، ما زالت كما شاهدتم إخواني الكرام. هذه نوايا التلقيح، وضعت لها التغذية الداخلية هنا لكي لا يقوم النحل بالخروج، وكذلك لا يقوم النحل بمهاجمته، وأغلقت عليه مدة 3 أيام، وفتحت عليه البارحة فتحت على هذه الخلية. سأنتظر لمدة 4 أيام أو 5 أيام وأتفقد هذه الخلية إن قامت الملكة بوضع البيض أم تلقحت ووضعت البيض أم لا. إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من هذا. سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.